ali já. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. الحديث العشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آيات المنافق ثلاث. آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن كان. متفق عليه. الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من العزار من الكعبين في النار. ما أسفل من الكعبين من العزار في النار. متفق عليه. رواه البخاري. الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري. الحديث الثالث والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد عبى. رواه البخاري. الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة أن كان عنده بيقين فليحذره، ثم ليته ليتها مليار فلا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. متفق عليه. الحديث الرابع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. رواه البخاري. رواه مسلم. الحديث الخامس والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داعا لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري.
الحديث السادس والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داعا إلا أنزل له شفاعا متفق عليه رواه البخاري الحديث السابع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وستون شعبة والحياة شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه متفق عليه الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل ابن آدم له إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولكلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله متفق عليه نهمته أي مقصوده الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي أبيه إضافة في إسرائيل رضي الله عنه قال وعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من غيرت منها الخوف وضربت منها العنف وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت منها العيوب قلوف وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فعوس كأنها موعظة مودع فعوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والصبر والطاعة وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى إخلافا كثيرا وإياكم ومهدسات فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجس وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدسة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة رواه مسلم رواه الترمذي رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث التاسع والعشرون
الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل سؤال الله باب التيمم في معدل الأحكام كتاب الطهارة باب التيمم الحديث السابع والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك الحديث الثامن وثلاثون عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما يتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض مرة واحدة يديه الأرض مرة واحدة ثم فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه الحديث التاسع والثلاثون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي العود مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه عام كافة وبعثت إلى الناس عامة. Thank you.